يلا ونقول لوز. مساء الخير حبيبي، يا هلا بناطق، شلونك؟ قلب شلونك حبيبي، شو اخبارك؟ بالسلامة. الله يسلمك، شلون امورك؟ الله يسلمك، الله يخليك. شلون الصحة الأحوال؟ الله عليك وعلى الكادر هذا الحلو. حبيبي كل الكادر يسلمون عليك، كل الثلة المباركة. قلبك حبيبي انت، تحياتي لهم ومشتاق لك والله، لك وحشة. يسلمك، والله مشتاق لكم هواية. الله يسلمك حبيبي، حبيبي القلب، انت شو اخبارك؟ احد مبارك عليك. حبيبي كل احد وانت بخير قلبي. الله يسلمك حبيبي، ينعاد عليك لحد بالموفقية والسعادة والرفاه والبنين. اقول لك شنو الحاضر والغايب ايش قد؟ 50. اقول لك، تقول لي 50 مليون تريد؟ لحظة، انت متزوج ناطق، ايش قد كان الحاضر والغايب؟ 5 ب10. 5 ب10؟ انت شنو طلعت لك بتشيبس دافع 2 ب2 فارس؟ فارس يقول دافع 2 ب2 الا هدية طلعت. مو هي، مو شلون انا اقول لك، يعني مو الانسان كل من شلون نقول بنين مختارها. ايه بس اي هو بس 50 مليون من 50 مليون هواية هواية. 50 مليون ترى عمه هواية، الناس منين تجيب 50 مليون؟ اسوي فيها مجتملات زين واجري على 500 خير. عمه نبيه مشتمل بالتجاوز. والله اقعد ما تتجاوز عمه في الطابة ملك تجيب 50. مو صح الولاء، صديق كذي ما ادري والله. المهم ما ادري، هي وحده ويا ملحقات، ما تجي مهر 50 مليون شنو؟ رادت ايمن؟ اه ايه ايمن. لا حبيبي ايمن ظليتش، دير بالك تتزوج. شو يتزوج عمه مريم؟ خلي على حاله حال. 50 مليون؟ اه رجعت على مريم. ما اقدر، ما اقدر. 50 مليون والله جد، اكو واحد يدفع 50 مليون مهر؟ يعني حتى لو انسان يحبها ماكو. ايه يعني حتى لو انسان هو يحب الشخص هذا زين، اذا صار الاقساط يعني 50 مليون بس اقساط. ها واللي يقول لك سيف سامح، هاي الكليشه اللي يقول لك هي ورق على حبر عادي يعني. ايه احنا مشترين البنيه، يا بدل انتم مشترين البنيه ما تشترون الولد بعد. لا الولد يجي هديه باكج، هو واهله. هو انا واخوتي كلهم يجون. اكبر قضيه مهمه، اكبر قضيه مهمه، انا من افكر والله جد، من تفكر بالزواج احس البنيه ما تفكر بمستقبلها. راح تقولي لا هي ام تفكر بشغل، اوكي اوكي، لكن اذا ما كان عندها شغل وما كان عندها، يعني حتى البنات اللي ما عندها طموح انه هي تكون نفسها وتكون شخصيتها، ترى عادي تقعد بالبيت، اكو ولد راح يجي يتزوجها ويصرف عليها، يشد من اول يوم، يروح يمشي. اوكي اكبر غلط يسويه الولد ياخذ رقم خطيبته. لا راح تبدي بدايه كارتات اوكي على طلعات. المشكله الطلعه لازم يلز وياك لو اخوها الصغير لو اخته، شايفها بالخطوبه؟ لو اخوها الصغير اي لو اخته، وتظل تصرف عليها وعلى اخته، ما ادري خافوا. ايه ما ادري، اقول لك ليش ما تجاوبين؟ ما ادري تليفوني عاطل، يعني شنو اجيب لي تليفون؟ اوكي اي لا 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 تروح طالع هي وخطيبه ما اخذمها، ليش؟ ايش عندك؟ ما اخذ امك وياك؟ ايش عندك؟ والله هاي خوش موضوع، والله العظيم ايش عندك؟ والله ايش عندك؟ ماكو ايش؟ انه بصرف عليك، اصرف على امك، اصرف على خواتك، لا اكو بيهم دولة، اكو بيهم طلعوا العائله كلها، تعال مش نطلع ناخذ اختي وجهالها، على اساس ما اخذه شنو؟ ديفيد بيكهام وجهالها، ايش قد راقين وحلوين والكيوت، لا اي اي ما تدري هو جهال، جهال اختها اسود. هل كأم أم اختها مبدلة قبلها؟ اي والله ما اقدر، ما اخلي بنتي تروح وحدها، وين رايحه وحدها؟ وين؟ راح تقاتل خطيبها وخاطبها وعاقد عليها. زين ماكو هيك يعني. الله يكون بعون الشباب والله. اي اي